ندعيكم تشتركوا بقناة تلفزيون الآن على اليوتيوب من خلال ضغط على زر سبسكرايب، وتعملوا لنا لايك للفيديو وتتركوا لنا تعليق بخانة الكومنتس. حابين تعرفوا كيف بنعمل مقابلة ميدانية بطريقة صحيحة؟ وشو هي النصايح اللي لازم المراسلين يتبعوها خلال المقابلات؟ تابعوا معنا هالفيديو. ناطرينك يا استاذ. ناطريني؟ كمان تاخذوني بس يكون في اخبار تضيع. جدي انا. مره كنت نقلت 7 ساعات ونص على الهواء، صرت اكل ساندويتش كل نفسي بدي اكلش، تخيل بس ما تفتحوا علي هوا بس اكلش. يزبك في شي مره هيك خشيت من الضحك على الهواء؟ لا. يعني ولا مرة؟ ولا مرة لا، خشيت لا، هيك في مرة شوي هيك ما تملكت نفسي. يزبك نحن سبق وقدمنا بالموسم الأول حلقة بعنوان كيف نجري مقابلة، إنما بهالحلقة رح نتناول بشكل محدد المقابلات يلي بيعملوها المراسلين الميدانيين. فياريت بالأول بتخبرنا بشو تختلف المقابلات الميدانية عن الأنواع الأخرى من المقابلات الصحفية. طبعاً هناك عدة نقاط اختلاف بين المقابلات الميدانية والمقابلات الأخرى، إنما أهم نقطتين. أولاً الوقت المتاح للتحضير، لما بيكون الصحافي بمكتبه أو ببيته وبينطلب منه إجراء مقابلة بعد ساعات أو باليوم التالي، بيكون أمامه متسع من الوقت حتى يعمل بحث معمق عن موضوع المقابلة وعن الشخص المطلوب أنه يقابله وعن خلفيته من خلال الاستماع لأحدث المقابلات يلي أجريت معها الضيف أو قراءتها وتلخيص كل هذه المعلومات ضمن مجموعة من الأسئلة الجامعة، واللي من خلالها بيستطيع الصحافي الحصول على المعلومات اللي بيرغب بمعرفتها عن الضيف. أما خلال وجود المراسل بالميدان فالوضع يختلف تماماً، على اعتبار أنه المقابلة لازم تنعمل أحياناً بسرعة لسبب أو لآخر. الأمر الثاني هو المكان المناسب وظروف إجراء المقابلة. المقابلات التي تجرى عبر تطبيقات الإنترنت أو تصور بمنزل الضيف أو بمكتبه، يمكن خلال التحضير تأمين الهدوء بمكان المقابلة وإيجاد ظروف تضمن عدم مقاطعة المقابلة من خلال إطفاء إشعارات الأجهزة الإلكترونية والطلب من الأشخاص المحيطين الهدوء أو عدم الكلام، فضلاً عن تأمين الإضاءة الجيدة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، واختيار كادر جميل للتصوير، وكذلك الأمر اختبار الصوت والصورة مسبقاً. كل هالعوامل بيضطر المراسل الاستغناء عن معظمها بأغلبية الأوقات وقت اللي عم يجري مقابلة بالميدان بالشارع، فتأمين هدوء تام أحياناً يمكن يكون مستحيل لأنه في ضجة كتير حواليه بيبقى، وأطفاء الهواتف أحياناً قد لا يكون ممكن، كذلك تأمين إضاءة جيدة وصوت ممتاز يمكن يكون أمر بالغ الصعوبة، خصوصاً أحياناً في رياح، في أصوات أبواق السيارات، كل هيدي بتلعب دورة. فإذاً شو المطلوب من المراسل بشكل أساسي لضمان نجاح مقابلته الميدانية؟ هون كمان في عنا 3 نقاط يجدر التركيز عليها. هالمواضيع الثلاثة المطلوبة من المراسل، أولاً هي التركيز القوي للتمكن من طرح الأسئلة واستيعاب الأجوبة مهما كانت الظروف المحيطة، وثانياً تغليب المضمون على الشكل مع الحفاظ على الحد الأدنى من المستوى لناحية الصورة أو الصوت، وثالثاً الحرص على أنه تكون المقابلة مختصرة زمنياً، وبالتالي محاولة الحصول على أجوبة واضحة ومفهومة من الضيف سواء كان مواطن أو مسؤول أو حتى صاحب اختصاص. قبل ما نتابع موضوع حلقتنا صار لازم نبدأ لعبة المعلومات العامة يلي منلعبها بكل حلقة. هلأ أنت رح تطرح علي 3 أسئلة إلها علاقة بالإعلام واللغة العربية، وأنا بآخر الحلقة بطرح عليك 3 أسئلة ومنشوف مين بيربح. أوكي جاهز. السؤال الأول بيقول: هل نستطيع القول مسودة البيان أو مسودة البيان؟ هلا نحن بنقول مسودة البيان، ما بعرف من أكيد أي الأزبط. كمان هي خطأ شائع، بنقول مسودة البيان. أي من هذين البرنامجين شاركت بتقديمه الصحفية الأمريكية باربرا وولترز؟ فوكس أند فريندز أو ذا فيو؟ على ما أظن ذا فيو. صحيح، هذا الجواب صحيح. السؤال الثالث: صحيفة لوموند الفرنسية تصدر من سنة 1944 أو من العام 1854؟ 1944. نعم صحيح، يعني كمان عندك جوابين من أصل 3. صحيح. اللعبة منكملها بالقسم الأخير من الحلقة، وهلأ خلينا نرجع لموضوع حلقتنا ورح أسألك يا سبك. استناداً على الأمور الثلاثة الأساسية المطلوبة من المراسل لإنجاح مقابلته الميدانية يلي حكيتنا عنها قبل شوي،
هل في نصايح ممكن تعطيها للمراسلين بهالإطار؟ طبعاً عندي 5 نصايح خلينا نستعرضهم سوا. أولاً اطرح السؤال الأهم بالبداية، فقد يضطر الضيف أحياناً أنه يظهر بسرعة شديدة، لذا كن حريص على نيل مرادك على الفور قبل ما يجد عليه أي طارئ. ثانياً كن مستعداً لكل الاحتمالات، قد يطلب منك الضيف مباشرة قبل إجراء المقابلة عدم إظهار وجهه أو تمويه صوته، لذا يجب عليك تلبية رغبته إذا كانت المقابلة معه مهمة أو ضروري لتغطيتك. شو ثالث نصيحة يا زبك؟ النصيحة الثالثة، تعامل مع أي مقابلة ميدانية على أنها تعرض مباشرة على الهواء، يعني ما تكرر السؤال إلا إذا طلب الضيف، وتجنب الأسئلة الطويلة والمعقدة. دايماً منشدد على أن السؤال يكون مختصر واضح وهادف. النصيحة الرابعة، لا تستسلم عندما تقابل شخصيات صعبة، يعني على الصحافة التزام الهدوء، المحافظة على التهذيب والرقي حتى ولو تعرض للاستفزاز من الضيف اللي قد يكون هدفه عدم إعطاء الصحافة الجواب اللي بده إياه. هلأ آخر نصيحة. وآخر نصيحة هي الحرص على متابعة أي تفاصيل مهمة أو جوانب من المقابلة بتحتاج لتوضيح، وحتى لو بعد مغادرة الضيف. مثلاً يمكننا أن نتواصل معه ونرجع عبر الهاتف إذا بدنا نستوضح أي قصة، مقربين لإله، مساعدين لإله إذا كان مسؤول، أو البحث عن أشخاص آخرين لاستيضاح مقاله في حال كان مواطن عادي. من بعد هالنصائح، هل ممكن تعطينا يا زبك أمثلة عملية عن الأشخاص الواجب إجراء مقابلات ميدانية معهم بحسب اختلاف مواضيع التغطية؟ طبعاً، رح نستعرض 5 أحداث ممكن يكون المراسل الميداني عم يتولى تغطيتها، ونشوف مين الشخص الأهم إنه يقابله بكل حالة. وهلأ إجا وقت التمرين، رح أطلب منك بيرلا أنه تتخيل أنك عم تغطي سرقة مصرف حصلت بوضح النهار، وإدارة المصرف رفضت إعطاء أي معلومة، والقوى الأمنية رفضت السماح للصحفيين أنه يقربوا ويصوروا بالداخل، ولكن هناك مسؤول قضائي وصل للمكان بعد حوالي ساعة من حصول هالعملية، عملية السرقة، وقدرت تقنعيه يعطيك 2 دقيقة من وقته لتصريح قبل ما يغادر. جهزي أسئلتك بسرعة، وأنا هون رح بلعب دور المسؤول القضائي. أنا حبلش تجهيز. حضرة النائب العام، هل عرفتوا عدد الأشخاص اللي قاموا بالسرقة وبنوعية الأسلحة اللي كانت معهم؟ نعم، يعني هن كانوا 2 على ما يبدو كان معهم سلاح، مش أكيدين بعد إذا هذا السلاح هو سلاح فعلي أو سلاح مموه، يعني أقلقوا فيه الموظفين بالمصرف، يعني هودي اللي مبين أنه معهم مسدسين، ولكن مش معروف بعد إذا حقيقيين أو وهميين. وهل أصيب أحد بالحادث؟ صراحة ما صار في إطلاق نار، ولكن في حالة هلع كانت بصفوف الموظفين بالمصرف وفيهم تخبوا وبعدوا عن كونتوار، يعني لهالسبب أنه إصابات لا ما في، ولكن حالة من القلق، يعني حالة قلق كبير ساد الموظفين. هل تحددت قيمة المسروقات؟ نحن بطور تحديدها، خصوصا أنه نحن هلأ يعني العملة اللبنانية يعني وراء كثيرة، مشان هيك مش بسهولة قادرين نعرف جاري العد، وهيدا بيروح للقضاء، يعني ما ضروري نعلن عنه. هل في خيوط حتى الساعة ممكن تساعد بإلقاء القبض على السارقين؟ نحن استجمعنا صور الكاميرات المثبتة داخل المصرف وعلى بالخارج، تكونت لدينا بعض الصور، نترك هالأمر للقضاء لأنه القصة ما إلها ساعة، يعني خلي التحقيقات اللي عم تعملها القوى الأمنية، ومن بعد ما تزودنا بالملف نعطي التفاصيل. شكرا جزيلا. اسمحي لي هنيكي بيرلا، أنه الأسئلة كانت قصيرة واضحة وهادفة، وهيدا دور الصحافي، يعني مش أنه يستطرد كثير بالأسئلة، أنه تكون أسئلته واضحة تتوصل الأجوبة بشكل شفاف. صحيح. للمتابعين والمشاهدين. صحيح، شكرا. وهلأ منوصل للقسم الثاني من المسابقة، وهالمرة رح أطرح عليك يا زبيك 3 أسئلة من عالم الأخبار والسياسة. جاهز؟ نعم.
صور رح يوصلوا مثل العادة على تليفونك، وأول سؤال هو من هو صاحب الصورة؟ رئيس بنغلاديش أو ملك النيبال؟ هلأ صراحة بيشبهوا بعضهم يعني بالشرق الأقصى يعني هونيك بالفار إيست، مني أكيد بس أنه بقول ملك النيبال. جوابك غلط، هو رئيس بنغلاديش. السؤال الثاني، في أي مدينة يقع القصر الملكي الظاهر في الصورة؟ مدريد أو ستوكهولم؟ صراحة هيدا القصر الملكي بمدريد، وأنا زرته أيام الملك خوان كارلوس بيو للملك الحالي. صحيح وجوابك صحيح. ثالث سؤال، صاحب أي صورة بين هاتين الصورتين هو رئيس بوليفيا؟ أول واحد رئيس بوليفيا. صحيح، لأنه تاني صورة هو رئيس الأوروغواي، والنتيجة يسبق هو أنه عندك جوابين صح، واللي هو تعادلنا أنا وياك. منيح منيح ماشي الحال. وقبل ما ننهي حلقتنا خلينا نسمع سؤال موجه إليك يسبق من طالب بتابع برنامجنا. اسمي ستيفاني غصيبة، وسؤالي لإلك إذا في شخصية عالمية بتحلم تحاورها وليش؟ الشخصية العالمية اللي بحب حاورها هي شخصية اقتصادية مالية، منها شخصية سياسية، هو رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم، يلي كان من كم سنة أغنى رجل في العالم. ليه بحب حاوره؟ تعرف كيف كون ثروته، والأهم كيف قدر أنه يضل متواضع بعده بالبيت نفسه من 50 سنة، وبعدها يعني غرفة الطعام عنده فيه 10 كراسي مثل ما خبرني أحد زواره، وقال لي أنه هذا الشخص يعني بعرق جبينه وصل لهون وبنشاطه وبجهده، وما عنده أبداً فساد أو ما عنده أموال مشبوهة حسب ما خبروني. لهالسبب بحب أني حاوره لأنه نموذج جيد بالعالم، وهيك بركي بنقول هالمعلومة لكتار من الناس بيحبوا يعرفوها. شكراً يزبك، حلقتنا انتهت. تابعونا بالحلقة الجاية يلي حيكون موضوعها الصحافة الاستقصائية. كونوا معنا.